السلام عليكم. هذا الصباح بغيت نشارك معكم واحد الوصفة مغربية اللي كيعرفها الجميع، غير هو كل واحد وكيفاش الطريقة ديالو كيفاش يصايبها، وهي البغرير. الوغ عندنا هنايا زلافة ديال الفارينة اللي كنقولو له الفينو حنايا، اولا الفارينة الرقيقة، لا مواتي ديال نص ديال زلافة ديال لافارين، لافارين يعني الفرص، وجوج معلقات صغار ديال الخميرة ديال العجينة الفورية، معلقة ديال السكر، و لا ليفور خميرة ديال الحلوى ديال الحلويات. حنا عندنا فيها هنا 15 غرام، نقدو نديرو غي نص، واللي في المغرب يديرو غي ديال 7 غرام، والملح بطبيعة الحال يبقى يعني الملح ضروري، والسكر اختياري، اللي بغا يديرو يديرو، مبغاش يديرو ميديروش، وجوج مع جوج زلايف من هادو اللي عبرنا بهم، غادي نعبرو بهم الماء، جوج زلايف ديال الماء. وانتم غتشوفوا معايا الطريقه ان شاء الله. اول حاجه كنبداو بها كناخذوا هاد لو غوبو البلاندر، هذا اللي كنطحنوا فيه. الو كنبداو بالماء، بالماء هو الاول كنديروه، والماء كنركز عليه انه يكون دافي ماشي سخون، يعني بارد او دافي شويه. كندير جوج زلايف ديال الماء ديالي، جوج زلافات ثانيه ديال الماء. من بعد من زدت لافارين غنزيد غير لافارين، غادي نميكسيه شي شويه كما كتشوف، غادي نطحنو شي شويه. من بعد عاد غادي نزيد الخميره، انا هاد الخميره عندي كدوب ديريكتومون، كاين اللي الخميره خصو يدوبها في الماء شي شويه يعني خلات تتنتفخ، لكن هادي ماشي مشكل، هادي كنديرها ديريكت وكتذوب. من بعد عاوتاني كنزيد نطحن شي شويش، واخر شيء كنزيدو هو الخميره ديال الحلوى ديال الحلويات، خميره الحلويات كاين باودر كيقولوا بيكين باودر. من بعد غادي نزيد مليحه الملحه، سالي شويه ديال الملحه، المهم القياس ديال اللي نملحو به، وغادي نطحن. ومن بعد كما كتشوفوا خويتو في هاد لو بول، هذا ضروري باش نخليه يرتاح شي شويه. ومن بعد غادي نقول لكم شحال خليتو، يعني شحال من دقيقه، على حسب، مرة 10 دقائق مرة ربع ساعة، وغادي نتلاقاو من بعد. غنتوما كما كتشوفو كيجي على هاد الطريقة، هو صغير طلب مني شوية ديال الوقت، يعني كنقول 15 دقيقة هو كيرتاح، لأن الحل شوية عندنا بارد، نقولو ما بين 20 حتى 30 دقيقة خليتو كيرتاح. واحد الحيلة بغيت نعطيها لكم، هو من ما يبقاش كيصدق ليكم ما بين الاولى والثانيه، او الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، تبقاو تبردوه باكزومبل بواحد، تاخذوا واحد السوفاله هكا، واحد المورسو ديال الكارت بارد، غير تفزقوه غير شويه بالماء بارد، وكتدوزوا عليه في المقله، كتبردوا به المقله شي شويه، المقله ملي كتسخن بزاف بحال ما كتبقاش يبغي يصدق، كتبردوه كيبقى كيصدق. وهذا هو الشكل النهائي ديال البغرير ديالنا، كما كتشوفوا كيجي على هذه الطريقه، وبالصحه والراحه. وما تنساوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك الى عجبكم هذا البغرير.
هذه السلام عليكم في فيديو لاحق إن شاء الله.